دابا انت بيلف كتجاهلنا ياك، انت كتجاهلنا. قول لينا دابا شنو هما الاخلاق ديال محمد وشنو هما المبادئ اللي كاينين في الاسلام. حنا ما عرفناهمش، بغينا نعرفهم. دابا فيديرير قال لك بان الاخلاق ديال محمد كتجلى في انه نكح واحد السيده مرت ولده، ونكح وحده عندها 6 سنين فخذ ليها ونكح مع 9 سنين، ودار الغزوات وقتل وما خلى ما دار. واش هادشي زوين؟ خلينا غير في ديال الخلع دريه صغيره هيك عنده 9 سنين. المره نطاي فتره دابا الناس في السويد مطايفين، وفي امريكان وفي بعض الدول راه دابا كاين اللي كيقتل بعضياته. وانا نطاي فتره عادي العالم راه ما كيديروش الاطفال يديهم ورا ظهرهم وكيقطعوا لهم راسهم. عرفتي شنو هو؟ كل من باش نشرح لك شعر العانه الناس ديال السويد، هذوك السويد والجابون. اسمع تاع اسمع بيلف دابا داكشي اللي داروا السويد والجابون وكيقتلوا داكشي، هذاك الشيء كيكتبوه في كتب ديال التاريخ، ما كيكتبوش في كتاب اللي جابوا الله. سمعتيني؟ اوكي مزيان. يلا هذا هو الفرق. دابا الميساج اللي بغينا نوصله للاخوان هو ان الدين فاش خديناه ما قلبناش، ماشي ما قلبناش باش نشوفوا الصحه ديالو، ما قلبناش باش نشوفوا واش غادي ينفعنا في الحياه، واش عنده شي حاجة بوزيتيف يزيدها لنا في الحياة ولا لا، غير اعتنقنا الدين. أوكي، منين كبرنا شوية حيت فاش خدينا الدين كان عقلنا صغير، أي حاجة كانت كيديروها والدينا والمجتمع كنديروها بحال القرودة، كان كإيميتاسيون، غير كان إيميتاسيون ميميكين، مهم إيميتاسيون. ترى اليهود ما متفقينش معك في الهضره اللي كتقول فين جاي. اليهود راه كيمشيو كيحطوا راسهم على واحد الحيط وكيمجدوا الدين ديالهم. لا، هادوك اليهود والديهم هما اللي علموهم. اسمع صاحبي بيلف ما فهمتيش اش بغيت. ملي كتقول لي اليهود كاينه اكسبسيون، ما كايناش اكسبسيون. كتكبر في واحد الواقع كتختارف من هذاك الواقع، كتشرب من هذاك الواقع، انت ما عندكش الحق ما تختارفش، ما عندكش كونترول، كتشرب. إلى والديك كانوا مسيحيين كتكون مسيحيين، إلى والديك كانوا مجرمين كتكون أنت مجرم، إلى والديك كانوا مسلمين كتكون أنت مسلمين. هذه هي الفكرة. شنو هي العلاقة ديال اليهود مع هذا الشيء اللي قلت؟ كاين حتى شي علاقة. كيوقفوا قدام الحيط، كيوقفوا قدام الحيط حيت شافوا والديهم كيوقفوا قدام الحيط. إذا أنت معايا في نفس الصفحة. اوكي لا، غير حيت الموضوع انك شخص لا ديني وكذا، وكنتو زعما كتمجدوا يعني في اسرائيل وكذا ودوله عظمى وكذا، قلت لك راه اسرائيل براسو ما متفقينش معاك يعني في التشويس ديالك، ردوا معاه في الدين ديالو كما يرد عليك السلام، فهمتي؟ ما يشوفكش. نو ما كنمجدوش اسرائيل، ماشي كنمجدوها. دابا الحاجه الوحيده اللي كانت كتقول لنا بان اسرائيل على خطا وخصنا نكرهوهم وخصكم العداوه هي الاسلام. فاش حيدنا الاسلام لقينا بان هاد الناس هادو ما عمرهم استعمرونا في المغرب، ما عمرهم ما عندناش معاهم مشاكل قطعا. واحد دوله اخرى كان عندهم مشاكل، وهذيك الدولة الأخرى اللي هي فلسطين السبب ديالها هي الإسراء والمعراج. أن منين الرسول حلم بأنه كان في فلسطين قال لهم أوكي فلسطين راه عربية، ومن ثم هما مشردين. أوكي، علاش اكتشفنا هذه الحقيقة؟ حيت الحاجة الوحيدة اللي كتقول لنا هذيك حقيقة هي الإسلام. أوكي، بما أن الإسلام قالها إذن ولات عندنا القضية الفلسطينية قضية مقدسة، حتى لدرجة أن ولينا كنحطو بعض الناس كيحطوا فلسطين قبل من المغرب، يعني عندهم الولاء لفلسطين أكثر من الولاء اللي عندهم المغرب. أوكي، وكاين شي ناس كيحطوا الراية ديال فلسطين حدا الراية ديال المغرب. أوكي، وهادشي كله السبب ديالو الإسلام. هذيك القضية الفلسطينية، هذيك الصينية
إلا ما كانش القضية الفلسطينية فلسطين غادي يموتوا بالجوع، إذا خصهم يخليوا هذيك الحرب. ولكن ماشي هذا هو الموضوع. الموضوع اللي عندنا دابا حنا كلنا المغاربة، وهذا الميساج اسمح لي ونسبة الجهل عندنا حنا طالع عليهم ونسبة الجهل. السبب ديالها هو الإسلام، هذه هي علاش حنا عندنا نسبة الجهل طالعة. السبب الرئيسي في الجهل اللي كاين في المغرب هو الإسلام. إسرائيل تا فلسطين عندهم الإسلام ونسبة ديال الجهل زيرو عندهم. انت كتهضر على ديكا بارتيكولي، انا كنهضر عليك اون جينيرال. الامه الاسلاميه كلها جاهله، علاش؟ حيت الاسلام، حيت الاسلام عنده العلم، العكس ديال العلم هو الجهل. والدول الاسلاميه عندهم العلم هو الجهل، عندهم واحد العلم النافع هو الاسلام. شنو هو العلم النافع؟ هو تعرف نواقض الوضوء، كيفاش كان كيخرم محمد، كيفاش غادي تجوز، كيفاش غادي ماشي انت، كيفاش كانوا قريش كيطلقوا، كيفاش كانوا كيتزوجوا، اش كاين في الجنه اش كاين في النار، كيفاش غادي تنكاح، كيفاش غادي تغزي شي واحد، كيفاش تسبي الناس، كيفاش تتعامل مع العبيد. هذا هو العلم النافع، وهذا العلم النافع تبعناه ملي جا عندنا الاسلام. اوكي، تجت فرنسا عاد بداو اسمح لي العبوديه، تجت فرنسا عاد بداو كيديروا، دخلوا لنا المات، دخلوا لنا الفيزيك، دخلوا لنا السيونس، دخلوا لنا التاريخ، دخلوا لنا الجغرافيا. هاد العلوم ما كناش كنعرفوهم لمده 1400 سنه، كنا كنقراو في الخرا ديال قريش. العبوديه عندها علاقه بالدين، هذا كنامن بها انا ومعمره لي راسي مزيان. قبل ما يجي الدين كانوا يا العبوديه ديما كانوا عندهم العبوديه. الدين هو اللي جا حيد لهم العباد، هو اللي حيد دوك العبيد. لا الدين ما حيد والو. الرسول اهلا بالاصدقاء ديالي، شكرا لكم. بيلف اسمع دابا الدين هو اللي قنن العبودية. كان ديما الإنسان كيديرها، ولكن ما عمر شي واحد جا وقال لهم الله. المهم من هذا الشيء كامل قاعد شي ثقافة ديالنا خصها اون ريفيزيون. اوكي، كان عندنا واحد المخ واحد الوقت وديك لانفورماسيون خديناها، دابا كبرنا خصنا نشدو هذيك لانفورماسيون ونشوفوها بمجهر اخر، بعقل اخر. وهذاك العقل باش غادي نشوفو لا ميم انفورماسيون توتالمون ديفيرون على داك العقل اللي فيه، اللي عندنا فيه لانفورماسيون. اوكي، هذا هو باش، حيت المساله مهمه بزاف، حيت عندها علاقه بالثقافه. والثقافه شي حاجه هي الكابيتال ديال الانسان، هي الراس مال ديال الانسان. باش يكون انسان خص تكون عنده ثقافه، واللي ما عندوش ثقافه ماشي انسان. هذا هو الاهميه ديال الثقافه. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ حيت عندنا حنا مشكل ثقافي، مشكل في الثقافه ديالنا. شي حاجه كتاخذ بورسونتاج كبير في الثقافه ديالنا وعندنا فيها مشكل، كتخلق لينا مشاكل، كتخلق لينا مشاكل في العائلات، كتخلق لينا العداوة بين الإخوان والأخوات، كتخلق لينا مشكل على مستوى المجتمع. كتلقاو المحاكم ديالنا عامرة بناس عندهم مشاكل دينية، كتلقاو السجون ديالنا عامرة بناس عندهم مشاكل دينية. أينما حل الإسلام في ثقافتنا حل الخراب. وهذه المسألة ما يمكنش لنا نعرفوها إلا بقينا كنعتمدوا على دوك المعلومات اللي علمونا في 5 سنين و6 سنين و7 سنين. وهذا الشيء اللي وقع لك الأخ بيلف، دوك المعلومات اللي خديتيهم فاش كان عمرك 5 سنين و6 سنين و7 سنين، هما اللي جعلوك تآمن بأن داك الشيء اللي جابوا لك الدين، بأن الدين فيه شي حاجة زوينة. علاش؟ حيت الدماغ ديالك ما كانش قادر يشد الدين ويفكو ديكورتيكي،
اوكي هادشي اللي كنقولوا لك انت في عمرك 50 ما تقولش لي انت مسلم حيت انت اختاريتي الاسلام. الا قلتي هادي بحالك تسب في راسك بحالك تشتم في راسك. اوكي وهذا هو الميساج اللي كنديروا في هذه الغرفه الاخوان. اذا باش نتخلصوا من هادشي خصنا نتعلموا نستعملوا الدماغ ديالنا. دابا اش كتعني تستعمل الدماغ ديالك؟ كتعني انك خصك تفوت داك الشيء اللي كتعرف ملي عمرك 5 سنين و 6 سنين و 7 سنين اسومين دا انت كتبدا كتعرف كيبدا كتبدا تعبد كيبدا يدخل لك الدين فاش كتكون في عمرك 50. هو في الحقيقه كيدخل لك من داي وان فاش كتكون في عمرك نهار وربما كتقدر تشوف راه كتبان لك كما الوالده ديالك كما الوالد ديالك طلع ونزل. اما سمعتي ديك ان شاء الله دخلت لك اول كلمات اما ان شاء الله الى اما الحمد لله اما سمعتني. اوكي اذا اولا خصنا نجردوا من واحد الحاجة اللي صعيب تجرد منها فاش كتكون كتعالج أي حاجة في الحياة ديالك. دابا فاش كيسولك شي واحد أي سؤال أو لك يكون عندك أي كيريوسيتي باش تعرف أي حاجة ديما الدماغ ديالك كيرجع أول حاجة كيمشي لها الستوريج فين خزنتي المعلومات ديالك والدماغ ديالك كيبدا يقلب في داك الشيء اللي خازنه باش تشوف واش كاينه فيه شي فكره اولا شي ذكريات غادي تعاونك على الحل ديال المشكل اللي عندك دابا. هاد الشيء كنديروه في كل شيء. اوكي هاد الشيء اللي كنديروه في كل شيء وغالبا ما كنرجعوا للوعي ديالنا. اوكي مثلا خسر لك الماكينه ديال الصابون لنفري كترجع برا وكتقول الماكينة ديال الصابون وكتمشي تقلب فاش خسرت هي الماكينة ديال الصابون أو لك تضرك كتحس بشي حاجة في لوكوغ ديالك ماشي هي هذيك. اش كدير؟ كترجع داكشي علاش الناس كيدونوا التاريخ. اوكي التاريخ مزيان لواحد الدولة ككل والتاريخ مزيان لواحد الفرد ككل. اوكي اذا باش واحد الانسان يعرف اشنو هو الدين خصو يتخطى هذاك الشيء اللي خصو يا اما يتخطى يا اما يتجرد من دوك المعلومات اللي دخلت ليه في الاناليز ديال اي حاجه خصوصا هذه المساله الثقافيه اللي كنهضروا عليها. اذا فاش كدير هنا اش كدير؟ كتحاول تجرد راسك كومبليتومون تكون واحد الانسان نوتر. اوكي مثلا كاع دوك الحوايج اللي عندنا في الطفوله ديالنا فاش كنا صغار هذاك الشيء بحال شي حاجه جاهزه كما مثلا المساله ديال النبوه. انت في عمرك 5 سنين تيقول لك محمد هو نبي الله ما كتزيدش تهضر معاهم ما كتقولش لهم علاش ولا كيفاش ولا اش كتعني نبي الله ولا شي حاجه كتقول لهم اوكي محمد نبي الله. هادشي علاش قلنا بان الانسان بحال الطور. دابا انا نتحداك الاخ بيلف الا تخليتي على داكشي اللي عرفتي في صغرك دابا وبغيتي تكون انديبوندون انديبوندون يعني تعتمد غير على المنطق ديال الدماغ ديالك انا نتحداك غادي توصل النتيجة بان ما يمكنش يكون محمد نبي. علاش ديتي هذا البرانسيب هذا ديال 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 النبوه؟ الا فكرتي فيه بلا ما ترجع لاي ذكريات اللي عندك غادي تشد المساله ديال النبوه بحال شي حاجه جديده ما عمرك عرفتي عليها شي حاجه ما عمر شي واحد عاود لك عليها شي حاجه وغادي تحطها قدامك وغادي تشوف فيها وغادي تقول انا غادي نحاول نشوف المنطق ديال النبوه
اش كتعني ان واحد الانسان يكون نبي؟ اش كتطلب ان واحد الانسان يكون نبي؟ اشنا هو الهدف ديال واحد الانسان يكون نبي؟ الى طرحتي هاد الاسئله هادي، حيت هاد الاسئله هادي ما عمرك طرحتيهم في حياتك، ولكن هاد الاسئله هما الجواب، الجواب ديالها هي النبوة. إذا أنت كتعرف النبوة، النبوة ما كتعرفش شنا هي النبوة. أوكي، إذا إلا قلت لك دابا محمد كان نبي وحيدتي كاع داك لو باجاج وداك الميموريز وداك الذكريات ديال الدين وداك الشيء اللي سمعتي على الدين، عرفتي اش غتقول لي يا بيرف؟ غادي تقول لي امبوسيبل، امبوسيبل واحد الاله يجيب لنا نبي. علاش؟ حيت ما غادي تلقى حتى شي ذريعه باش تقول بان وي كاينه اون غيزون باش يكون عندنا نبي فوق هاد الارض. علاش غتقول لي امبوسيبل؟ حيت ما كاين حتى شي غيزون. اشنا هو غيزون؟ هي ريزن. ما كاين حتى شي منطق اللي كيعطي وجود للدين ولو منطق واحد. وإلا قلبتي دابا في دماغك ما غاديش تلقى النبوة شي منطق، وأي منطق غادي تجيبه ما غاديش يكون ما يمكنش يكون منطق. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ أنا ما كنهضرش مع كابيلف، كنهضر مع كاع الإخوان اللي كيسمعوا هنا وفي اليوتيوب. أوكي، الدين ما عندوش منطق. أوكي، هنا المشكل ماشي واش المنطق ما عندوش، حنا بغينا نعرفو، حيت الدين اون جينيرال ما عندو تشي منطق. أي دين؟ الله راه ما كيهضرش مع البشر. علاش؟ حيت il n'a pas une raison de ou la pour ou la. أوكي، ما عندوش une raison. إلا ما كاينش une raison إذا ما يمكنش تكون شي، كاين واحد لو كونتاكت وواحد لينيرجي وواحد الفكره وواحد المبدا وواحد الفهم وداكشي، ولكن كتقلب على لا غيزون ديال هادشي كامل كتما كتلقى راه ماشي، ما كايناش اون غيزون. اوكي، دابا ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو واش هادشي كله كيخدم المصلحه ديالك؟ يقدر يكون ما عنده حتى شي غيزون، ولكن يا إما كيخدم المصلحة ديالك يا إما كيخليك انت هو ما كيأثرش عليك نيجاتيفمون. وهذا هو اللي مهم في الثقافة. الثقافة هو أي حاجة كتسمع نيجاتيف خصك تلقى لها شي حل، يا إما كتنقص لها من نيجاتيفيتي ديالها أو لا كتحيدها. داكشي علاش إلا كان مشكل ديال المخدرات كيدير الصداع بزاف، كيطلع الصداع الفوق، كتسمعها في النيوز، كتولي الناس كياخذوا لاكسيون، تيقولوا هذه المساله هذه خصنا نحيدوها حيت مضره في المجتمع. اوكي، الحوايج اللي ما كيضروش المجتمع ما عمرهم كيطلعوا الفوق، حيت ما كتسببش واحد الالم في الانسان باش يغوت ويتسمع صوته. اوكي، هذا الشيء اللي كاين في الاسلام نورمالمون خصو يطلع الفوق. مثلا فاش كتقول زواج الاقارب، جوج بنت عمك وبنت خالك، شي حاجه خصها تطلع الفوق، خصها تطلع وتعرفها الميديا، يعرفها الاعلام، خصو يعرفها. علاش؟ حيت كيخلق مشاكل بزاف، وهذوك المشاكل كيسبوا الالم، والشعب كيبدا يغوت، والميديا الإعلام هذاك هي المهمة ديالو. فاش كيبدأ الشعب كيغوت الإعلام هو خصنا نحلوا واحد المشكل، وإلا ما حليناش هذا المشكل هذا كيهدد الاستقرار ديال البلاد، إذا خصنا نحلوا هذا المشكل. بحال هادشي اللي كيوقع في لادروك، بحال هادشي اللي كنسمعوا دابا أن البوليس كيتعداو على عباد الله. الإسلام داكشي اللي فيه كينتمي لهذا الجروب ديال المشاكل اللي كيكونوا في المجتمعات. انا راه كنهضر اون دي اغريغيت في الماكرو، يعني ان المجتمع كامل
ولكن المجتمع كامل النواة دياله هو العائلة. العائلة هي اللي كتصدر واحد الحاجة كتضر المجتمع وكتضر واحد العائلة وهاد العائلة وهاد العائلة وهاد العائلة. اش كدير؟ كتسني واحد البيتيشن. إلا كانوا الناس بزاف سناو يعني أن خصك تطلع وخصك هذا شي حاجة كتهم شي ناس كبار في المجتمع. هالشي اللي قلت لك ديال زواج زواج الأقارب تزوج بنت عمك وبنت خالك هذا مرض. هذا سيونتيفيكمو إلا الإنسان كي تزوج بنت عمه وبنت خاله عنده لبروبابيليتي باش يكون الأوفسبرين الأولاد يكونوا مراد يكونوا معوقين بشي درجة أكثر من 45%. يعني اللي عندنا 100 ديال الناس تجوجوا بنت عمهم ولا بنت خالهم ولا ولد عمهم ولا ولد خالهم 45 منهم كاين إن بروبابيل ديال 45 أنهم غادي يكونوا ناس أونديكابي. لحقاش واحد الإنسان كيعيش أونديكابي وما كيعرفش بأنه أولا أونديكابي. دابا هذا مشكل في الإسلام. قدو نهضروا على الإرث مثلا للذكر مثل حد الأنثيين. علاش نقدروا نهضروا على الحج؟ علاش غادي نمشيو للحج؟ علاش غادي نديو فلوسنا للسعودية؟ علاش غادي نديو فلوسنا نخرجوهم من البلاد ديالنا ونمشيو نلوحوهم في السعودية؟ علاش المجتمع ما كيهضرش على هاد المشاكل؟ حيت ما كيعرفش بأنهم مشاكل. حيت الدين المجتمع عرف الدين فاش كانت في عمره 5 سنين وست سنين وسبع سنين. إلا أنا كنعرف الدين في هذا العمر وانت كتعرف وخوك يعرف وخالك وولد خالك وولد عمك والجيران ديالك والجيران ديال الجيران والمدينة ديالك والجيران ديال المدينة ديالك. إذن هنا يرى عند المجتمع كله مضرور ولكن تا واحد ما غادي يقول لك راه كاين الضرر. علاش؟ حيت كبروا بان الضرر طبيعي. اوكي كيمشي بنادم كيضحي في سبيل الدين، يضحي بالفلوس ديالو بلوطون ديالو يضرب تمارة يمشي تالحج شهر هو كيجري قاتل الجوع والعطش وهذا، ولكن معموت يقول لك what the fuck am I doing، انا اش كندير؟ كنمشي كنبقى ندور على واحد الحجرة عريان. تخيل دابا حيد الدين، حيد الإسلام، حيد الدين، حيد الكعبة، أوكي حيد السعودية، وشد هذاك السيناريو ديال الحج وحطه في شي بلاصة أخرى. السيناريو بوحده في العود ما تدير واحد الكعبة فيها 4، دير واحد الكعبة مدورة ولا فيها 3 القناعات ولا فيها 5 ولا فيها 8، سمعتي؟ ولبس شي حاجة وبقى الدور على هذيك. أوكي هذا العقل ديالك دابا اللي غادي يفكر في الحج. إنا كنعرف بأن العقل ديالك ديال 5 سنين تيقول لك بأن هذه المسألة طبيعية، هذه المسألة وثنية، هذه هي الوثنية. إلا ما كانش هذه هي الوثنية بغيت نعرف شنا هي الوثنية. واحد البلاصة وكتبقى الدور بها، وفاش كتبقى الدور بها كدير واحد نوع ديال الفريكسيون، واحد الفخوتمون، وهذاك الفخوتمون كيخلق واحد شي حاجه، واحد شي حاجه اكسترا اوردينير، واحد شي حاجه ميتافيزيك، واحد العلاقه كتخلق. علاش؟ حيت انت كتبقى تسبيني فاش كتشد الحاولي وكتذبحو. اش كتعني كتذبح الحاولي؟ راه ما كتسماش عيد الاضحى، راه كتسمى كتذبح واحد الحيوان. نفس الشيء اللي كتشوف في الثقافات الاخرين وداك الشيء، تما ما كاين غير ذبح، شي كيذبح الدجاجة. امريكا اللاتينيه عندهم مع الدجاج بزاف. اوكي اي حاجه في الاسلام الاخوان لا حيتي دوك النظاظر ديال 5 سنين وست سنين ديال الطفوله، لا حيتي دوك النظاظر حطيتيهم ولبستي النظاظر ديال لاج ديال الكذابه، غادي تبان لك شي حاجة تافهة. وماشي هذا هو المشكل.
المشكل ماشي هو شي حاجة تافهة، نو، المشكل فيه واحد الخطورة. راه عندنا كنعيشو في مجتمع المرأة مدمرة، راه إلا عندك مجتمع فيه المرأة مدمرة راه المجتمع كله مدمر. ما كتضحك حيت ما كتعرفش بأنها مدمرة، اختك كتضحك ما كتعرفش بأنها مدمرة، ولكن راها مدمرة. يعني لفي على لا سوسيتي كاين، غير حنا اوني نام توي، حنا مبنجين، حنا اوني انستيزياليزي الا كاين هذا في الفرنسي. اوكي، حنا هيبنوتايزد، ما كنحسوش بالالم. اذا وخا كنشوفوا بان المجتمع ديالنا مجتمع سوي، المجتمع ديالنا مريض، باش غادي نعرفوا المجتمع ديالنا مريض الا مشينا لحقوق المراه؟ فين غادي نلقاو حقوق المراه؟ غادي نلقاو حقوق المراه واحد البورسنتاج لا باس به جمل الاسلام. اوكي، شهادة المرأة ما عمرها كانت نصف شهادة الرجل، ever never. ما عمرك كتقول المرأة هاد المرأة شافت الشهادة ديالها فيها النص. منين جبتي هاد الفكرة؟ تدبل قلتها لك بيلف، كتجيك يا كتجيك عادية، ولكن اش من بيسس واحد المرأة اللي ناقصة عقل، كيفاش هي ناقصة عقل وانت عطيتها الطفل صغير تكبره، عطيتها أكبر مهمة عند الإنسان. احنا راه حتى واحد ما سولنا نمشي لشي كوكب اخر، أينستاين حتى واحد ما قال لي خصك تكون جينيوس، طبيعة doesn't give a fuck about anything. حاجة وحدة اللي كتهتم بها الطبيعة هو التناسل، وخص شي حاجة للتناسل، هذا هو الطبيعة. أوكي، يعني مهمة التناسل في عتق المرأة، هي اللي خصها تقوم بها. يعني ديك الوظيفة الأساسية ديال لغاس ديالنا وديال جميع لغاس، هو لغاس ديالك تبقى جينيتيكمون بيولوجيكمون، داك الشيء علاش انت جاي باش تخلي الأوفسبرين ديالك. أوكي، دابا هاد المهمة كتقوم بها المرأة وكتقول لي بأن المرأة ناقصة عقل، كيفاش غادي تعطي الوحدة ناقصة عقل المهمة الأساسية في الوجود هي التناسل؟ شكون كيقوم بها؟ كتقوم بها المرأة. إلى المرأة مدمرة الكاليتي ولا لا بيرفورمانس ديالها في هاد المسألة ديال التناسل حتى هي غادي تكون افكتي. شكون هو السبب؟ هو الإسلام. دابا إلا مشيتي عند المجتمع المغربي وقلت لهم بأن راه المرأة مدمرة في الإسلام، ما غاديش يفهموك، حيت كلهم غادي يرجعوا للطفولة ديالهم وداك الشيء اللي كانوا كيشوفوا، دوك لي زوبسيرفاسيون وداك التلقين اللي كان كيدوز عن 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 طريق حاسة السمع وحاسة النظر و سمعتيني، وغادي يقول لك علاش كتهضر، what the fuck are you talking about، المرأة ماشي مدمرة، المرأة راها بخير، وغادي يخرجوا العيالات وغادي يدير لك مظاهرة وغادي يقول لك انت مريض وانت رحنا بخير وحنا ناشطين، ولكن نو، احنا ما مديورينش باش المرأة تاخد ليها انتيا الحق ديالها. اون فوا حيت هي لا بيرفورمانس ديالها ما تقدر تكون إلا إلا استعملت البيولوجيا ديالها، كيفاش زادت الطبيعة ديالها الغريزة ديالها، وكل شيء عنده علاقة بالحرية ديالها في حدود النسوية ديالها. أوكي، واش هذا مشكل كبير في المجتمع؟ خطير في المجتمع، مجتمع عندنا مدمر، المجتمع عندنا مدمر حيت الجيل اللي شاده في يديها
كانت شده هي مدمرة نفسانيا، ربما كتعتقد بأنها كومبلي ان هابي، ولكن هذاك النيجاتيف افي ستيل ذير، باقي تما. بحال هذيك البيبليسيتي اللي كانت عندنا في المغرب ديال تيد ولا اومو ولا شي حاجه اللي كاين بين واللي ما كاين مازال شي حاجه بحال هكا اللي كاين بين واللي ما بين مازال كاين ولا شي حاجه. يعني 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 ان الضرر كاين ولكن احنا ما كنشوفوهش، ما كنشوفوش الضرر، ما كنحسوش به. انا دابا كون هضرتي معايا كمسلم، انا كنت مسلم، جلت في عائله جد 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 مسلمه، وترقدت مزيان في الاسلام. اوكي، هذا الشيء ما كانش كيبان ليا، ما عمري بان ليا بان 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 كاينه شي حاجه خطا. فاش كتكون داخل في واحد شي حاجه ما كتعرفش بان راه كاين شي حاجه خطا، فهمتيني؟ خصك تخرج لبرا وتشوف، بحال فاش كتكون لاعب ماتش، فاش كتكون داخل كتكون دايخ ما كتعرف راسك من رجليك. انت تا كتخرج لبرا عاد كتقول، تعود تقول زياش وتا حمار هذا، كون حطك انا في بلاصه زياش غادي تدوخ نفس الشيء مع الثقافه. دخلنا خصنا في الثقافه ما عندناش ان جوجمو عليها. علاش ما عندناش ان جوجمو عليها؟ ما يمكنش تكومباريها بوحدها، حيت انت كابر في هذيك الثقافه. الا بغيتي تعرف هذيك الثقافه كي دايره خصك تقارنها مع شي ثقافه اخرى. اذا اشنو خصك؟ خصك النسبيه، كي دايره الثقافه ديالك نسبه لماذا؟ حيت ما يمكنش تحكم على اي حاجه في هذا الوجود الا كانت بوحدها. مثلا الا قلت لك 586 ما كتعني حتى شي حاجه، الا قلت لك 87% ما كتعني حتى شي حاجه. إذا كانت قلت لك هذا لون أحمر وكاين على لون أحمر ما غادي تفهم، اللون أحمر ما غادي تعني حتى شي حاجة. إذا قلت لك شي حاجة كبيرة أوكي، وما عمرك شتي شي حاجة صغيرة ولا شي حاجة كبر منها. كبيرة تقدر هي كتعني صغيرة، كتعني أي حاجة بغيتي تعطيها. يعني باش كان إيدونتيفيو أي حاجة كان إيدونتيفيوها غلاتيف لشي حاجة أخرى. اوكي، علاش؟ حيت ما يمكنش تحكم على اي حاجه ان فاكيوم، يعني انها بوحدها. بحال كيف موقع لينا مع الله ما نقدروش نحكموا عليه. علاش؟ حيت ما عندناش شي حاجه نقارنوه بها. عندك واحد الحاجه ليس كمثله شيء، وخصك تقارنوه مع شي حاجه ليس كمثلها شيء. علاش كنقول هالشيء؟ احنا ما نقدروش نحكموا على الثقافه ديالنا. علاش؟ حيت خصنا نعيشوا ثقافه اخرى باش نقارنوا الثقافه ديالنا. ولكن الا دزتي نتايا وفي عمرك 5 سنين و6 سنين تبنيتي الثقافه ديالك، اذا باش تقارنها خصك دير نفس الشيء وتدخل لواحد الثقافه اخرى وتبداها ملي تكون في عمرك 5 سنين و6 سنين. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ حيت المشكل ديالنا عندنا مع الدين، والدين كاين في اللاوعي ديالنا. الانسان اللاوعي ديالو كيتبنى ما بين لاج ديال انو ملي كيتزاد حتى كيوصل لاج ديال 7 طون 8 طون. هذاك الشيء كله لاوعي، كاع داك الشيء اللي كتعرف. وحنا دابا راه كنعقلوا على شي ذكريات ما بين لاج دانو اي دو 8 طون. ما بين لاج دانو اي دو 8 طون الشخصيه ديال الانسان كتكون، كدير الفونداسيون ديالها، وكدير الفونداسيون ديالها بازي على اللاوعي. نو تقدر تشرح هذه المساله الى تغي ديفيسيل. علاش؟ حيت ما يمكنش. امتى كتبدا تبني الوعي ديالك؟ كتبدا تبني الوعي ديالك في لاج دو 7 طون اي 8 طون. دابا الا كتبني الوعي ديالك على لاج دو 7 طون اي 8 طون، علاش بنيتي الوعي ديالك؟ ما يمكنش تبني على فراغ، ما يمكنش تبني على فراغ. ولكن الحقيقه اللي كنعرفه هو ان
دوك المعلومات ديالك كلهم دخلتهم في اللاوعي ديالك. اش كتعني اللاوعي ديالك؟ يعني انك الدماغ ديالك كان ناعس وكانت لانفورماسيون كتدخل ليه. دابا عرفتوا الاسلام، الاسلام من اللي كانت عندك انو حتى ولا عندك تحط في اللاوعي ديالك لحد الان. دابا نقول لكم علاش احنا مسلمين، احنا خرجنا من الاسلام، كاين فينا دابا اللي ما يقدرش ياكل الحلوف، امبوسيبل، ما يقربش ليه المعده ديالو. انا من دوك الناس، انا شريت تشاينيز فود واحد شي شهرين هادي، ومن تما ما بقيتش، قلت صافي ما خصنيش، غادي توقع لي نفس التجربه. جاني الشك شويه بان ديك اللحم ديال الحلوف، وانا راه 16 عام هادي وانا كنسب في محمد، جاني المذاق ديالو ديك التكستور ديالو جاتني بحال ديال الحلوف، رغم انني ما كنعرفش شنو هو الحلوف. لو كان اللي كنعرف هو ما فيهش لي فيبر، اوكي ما قدرتش ناكل الرياض. اسمح لي وي وي، انا قلت لك والو خايب يعني، قلت لك دوك الالياف ما كاينش فيه بحال داك الخروف، ما كاينينش فيه فوالا، ويدخلني الشك. وديك الساعة بديت كنقول اوه كيفاش المعتقد ديالي وصل لهذا المستوى، ان هو المعتقد غير افكار ولكن عنده علاقة مع المعدة ديالي، يعني ان غادي تغير، غادي تغير البنية ديال لوكوغ ديالي، يعني ما نقدرش نسرطو. اوكي شي حاجة اللي عندها علاقة بالتغذية ديال الجسم ديالي، وها مجرد فكر، مجرد فكر أثر فيا فيزيكمون، هو فكرة ولكن فيزيكمون أثرت فيا. غير باش يعرفوا الناس علاش الدين مهم في حياة الإنسان. أوكي مهم بزاف. أوكي إذن فين كاين الدين؟ الدين كاين في اللاوعي ديالنا. أوكي داكشي علاش هذا هو المشكل ديالنا، ان الدماغ اللي كان التقطوا به الفكر فيه واحد العنصر اللي عنده الحق في لو جوجمون، واش هذيك المساله تدخل ولا ما تدخلش. فاش كتهضر مع واحد الانسان كتعطيه واحد الفكره، هذيك الفكره كتدوز اولا على الفلتر ديال الدين، واش الدين قبلها ولا ما قبلهاش. داكشي علاش عندنا حنا في الثقافه ديالنا اول حاجه كتضرب لك في راسك هي الحلال والحرام، اي حاجه فهمتي، اي حاجه الحلال والحرام اول حاجه كديرها هي واش هذه حلال ولا حرام. تقدر تكون ما كتصليش، تقدر كديرهم كاملين، ولكن لا بد ما كاين البريمير فلتر اللي كتستعمل هو الدين، هو نورمالمون ما كانش عليك تستعمل الحلال ولا الحرام. نو تقدر تستعمل فيزابل ولا با فيزابل، ولا تستعمل المصلحه ديالك، واش فيه المصلحه ديالك او لا فيه الضرر، او لا تقول واش هذه المساله خطا او لا، واش هذه المساله حقيقه او لا خيال، او لا واش هذه المساله صواب ولا خطا. ولكن ماشي من طبيعه الانسان انه يكون من لي فيلتر اللي عنده هو واش هذه المساله حلال ولا حرام. علاش كنقولوها؟ حيت الدين كاين في اللاوعي ديالنا. دابا الانسان من لاج ديال انو 8 كيكون في اللاوعي ديالو، كيكون الوعي، كيكون الفونداسيون ديال الوعي ديالو، يعني ان اللاوعي ديالو غادي تكون عنده تاثير كبير
في الديسيزيون اللي غادي ياخذ في الوعي ديالو، يعني في الوسط اللي يبدا يفوت 8 سنين. ولكن لون دوكتريناسيون نورمالمون كتبقى غاديه، ديما كتبقى غاديه. انا جربت انات اون دوكترينيت مع الشيعة، اون دوكترينيت مع الشيعة، وكانت فلاج ديالي انا ذاك كنعتقد 32 عام اون دوكترينيت مع الشيعة. اوكي، يعني لون دوكتريناسيون ما كتوقفش على هذاك لاج دو لونفونس. داكشي علاش كتشد واحد الماني كتبقى تبومباردي فيه، كتلقاه راه مشى لسوريا يلتحق بداعش. اوكي، اذا الناس اللي تيقول لك، الناس اللي كيعتقدوا بان المساله ديال الدين مساله هينه، راه بنادم يبقى يهضر على لي زيفي ديال الدين ويبقى يحلل فيهم ما يسكتش. موضوع كيشدك الموضوع كيشدك الموضوع كيشدك، كتبقى الدور الدور الدور. فاش كتجي تشوف كتلقى بانك كهضرتي على الثقافه ديالك كلها، فهمتي؟ انتي دو با تيتر سوربري، حيت حنا شي ناس اللي الفونداسيون ديال الدين ديالنا هو الاسلام، شدينا الاسلام ولبسناه، لبسناه البلغه ولبسناه السروه القندريسي ولبسنا الجبادور ولبسنا القفطان والبدعية، هذا هو اللي درنا في الثقافة ديالنا. دابا إلا حيدنا الإسلام الثقافة ديالنا غادي تزحف، غادي تطيح، ما غادي يبقى عندنا والو. شديك الشباكية ما غاديش يبقى عندها ذاك المفهوم، بحال ما عندك الشباكية. شديك كسكسو ما غاديش يبقى ذاك الكسكسو، ما يمكنش تقول كسكسو ما تقولش نهار الجمعة في راسك، امبوسيبل. اوكي، اذا الجمعة والكسكسو ولا الجمعة، اذا الكسكسو الكسكسو اللي انا كنشوفوه كتبان لك صورة الكرسي، بان لك شقاس. خذوا خذوا المايك الاخوان تكيف سيجارة، خذوا شكرا. من خايبين لي داكشي اللي قلتي يعني في الصميم، غير اللي ما بغاش يفهم يعني انت عطيتهم الاجيس كازاد، عطيتو داكشي تدريجي وكتفهم داكشي بالتدريج، عطيتي حتى التجربه الشخصيه ديالك دخلتيها في المحك، قلتي لي حتى انا حتى شنو داز شنو دوزنا. ولكن الانسان اللي ما كيفهمش هذا الكلام يعني ما فهمتش، يعني واش خصنا نعطيو هذا الكلام؟ واش ما فهمتش؟ والله ما فهمت. انت كتعطي حياتك كامله وكتعطي شنو كاين في الدين، شنو اللي ضحكوا عليك، شنو اللي لعبوا عليك، فين خصك تقلب، شنو خصك دير، ومع ذلك كيقول لك انت كتخربق. علاش كيخربق؟ علاش كيخربق؟ ما خربق والو. دوك الناس اللي خربقوك انت ديجا ما قلبتيش فيهم، وجاي تقلب في واحد لابليكاسيون، هذيك كما نقولوا حنايا مجرد ابليكاسيون عندها سويعات او ساعات باش تشوف فيها وتقدر تحيدها. مين تديجا داخل لابليكاسيون، ديجا لابليكاسيون اللي تزاديتي وانت فيها، في المدرسه، في المنزل، في المسجد، مع الناس، مع العائله، ديجا انت حياتك كامله داخله في لابليكاسيون. الدين ديالك ديجا داخل معاك، ابليكاسيون محطوطه فيك. سلكتي من الاب ديالك تلقى الخال ديالك، سلكتي من الخال تلقى العم، سلكتي من العم تلقى العائله، سلكتي من العائله تلقى المجتمع، سلكتي من المجتمع تلقى المدرسه، خرجتي من المدرسه تمشي للمسجد تلقى مهم الدين لحقك لحق. لهذا الانسان ما كيبغيش يفهم. دابا المغاربه امتى غادي يبداو يعيقوا؟ الوقت اللي غادي يشوفوا لا ماجوريتي. دابا بنادم كيشوف تيقول اوه انا كنهضر مع 100 ديال الناس واحد فيهم هو اللي عنده هذه الفكره هذه. إذن هذا وخا عندك الحق وداك الشيء وتعطي الأدلة تيقول لك لا هذا خطأ. أوكي، حنا من تجربة اللي بغيت نقول هنا، من تجربة ديالنا كلنا بدون استثناء، أي واحد كيخرج من الإسلام تيقول لك حياتي حسن منها، أنا دابا كنحس حسن، وإلا عاود تعطيتيني أن شوا غادي نكون هكا، غادي نكون واحد الإنسان ملحد ولا لا ديني ولا أي حاجة أخرى إلا أنني نكون مسلم. أنا شخصيا أنا ما نبغيش، كو كان دابا بنتي عندها مع الدين كان غادي يكون عندي معها مشكل كبير.
اوكي حيت كنعرف حياه ديالها غتكون بلادين حسن من بالدين على جميع المستويات، فلوس، صحه، كل شيء. داكشي علاش؟ حيت غادي تفهم الحياه. راه فاش كتجيب واحد الفكره ديال شي ناس كانوا عايشين في الخيام، قاتلهم الجوع والعطش، راه ما غادي يزيد كوالو في الثقافه ديالك. اوكي غادي يضرك. علاش؟ حيت هذاك الشيء بدائي. فاش كيجي الانسان لهذا الوجود، فاش كتبغي تجيب شي حاجه، فاش كتبغي تكون لا بيرفورمانس ديالك في الحياه زوينه، كتقلب على شي حاجه احسن من داك الشيء اللي عندك. اوكي كتقلب على فلوس اكثر، كتبقى تقلب على صحه احسن من هذه اللي عندك، كتبقى تعقل على دار احسن من هذه اللي عندك، على بيت ناس احسن من هذه اللي عندك. ديما كيكون عندك واحد التطوق، ولا ما عرفاش كيقولوا ليها، لشي حاجه احسن في اي مجال من مجالات. صعود الصعود هرم ماسلو، الانسان كيطلب الصعود، طلع الفوق في الترقى بالمستوى ديالك في اي حاجه، في اللباس، في الماكله، في الاولاد ديالك يكونوا يترقى، وكل شيء كاع داكشي اللي عندك، اللي عندك مع واحد العلاقه ديال الحب في هذا الوجود، ماديات كلهم. اوكي كتقلب على شي حاجه اللي تزيد، بحال في الثقافه ديالنا كنشوفوا في اوروبا وكنشوفوا في امريكا. اوكي كيفاش هاد الناس كيعيشوا، كيفاش العائلات ديالهم كيعيشوا، اش كياكلوا، اش كيشربوا، اش من الافلام اللي كيتصنتوا ليهم، السبور اللي كيديروه، وهذه طبيعه الانسان. وكل شيء العالم كيديره، حتى كتجي عند العالم الاسلامي اش كيديروا، كيمشيو عند الخروانيين ديال قريش، كيمشيو عند واحد الثقافه بدائيه، عايشين في الخيام، قاتلهم الجوع والعطش، الهم ديالهم الوحيد هو ياكلوا ويشربوا. اوكي ماشي غادي يبني لك دار، وغادي في العود ما يدير الدار الباب مربع، غادي يديرو مقوس، وغادي ينقشو، وغادي يقادو، نو، راه قاتلو الجوع والعطش، هذيك اخر حاجه كتدخل ليه هو يبني شي دار وينقشها ويقادها ويبين لك المعمار ويبين لك الجيني سيفيل ولا لاشيتكتور ولا نو. هو الانسان قاتلو الجوع والعطش، غادي يبقى مخاري مع الجوع والعطش، وهذه هي الثقافة اللي شدينا ودخلناها في الحياة ديالنا، وقلنا لها تي هي اللي غادي تكوني لاباز والعمود الفقري ديال الثقافة ديالنا. داكشي علاش حنا في العالم سيتو العالم العربي، علاش كنقولوا العالم العربي؟ حيت عندنا تأثير ديال قريش بزاف. علاش؟ حيت كنتشاركوا معاهم اللغة. واحد الانسان كتشارك معاه اللغه كيكون عنده تاثير عليك اكثر، حيت كيهضر معاك باللغه ديالك. اذا حنا العربي، العالم العربي اونستاك، ما نقدروش نزيدوا لقدام. راه كاع الدول العربيه باقا كتقلب تبني دوله، دوله مستقره بما تعنيه الدوله، باقي كنعانيو منها. وكلنا في الدول العربية الإسلامية السبب ديالنا هو الإسلام. ما يمكنش تشد هذا الإسلام وتدخله في الثقافة ديالك وما يرجعكش اللور. بحيلا شي واحد كدير ليه واحد البول ديال الحديد فجلو وكتلصقها في السنسلة وكتقول ليه طلع للجبل، هذيك البول ديال الحديد اللي دايرها ليه في رجلو وكتقول لي طلع الجبل، هي ان في الثقافه ديالو كاين فيها واحد العبء. اوكي خصو يجروا معاه. وحنا دابا اش كنحاولوا نلقاو واحد التناغم مع واحد الثقافه جد بدائيه، انسان كيعيش في الخيام، ولكن كنحاولوا نخلقوا واحد التوافق ما بين هذيك الثقافه البدائيه اللي هي الاسلام وواحد الثقافه اوروبيه، ثقافه عندها علاقه بالأنوار، ثقافة عندها علاقة بالميريكان، ثقافة عندها علاقة بالثورة الفلسفية والثورة الفكرية والثورة الصناعية والثورة السياسية والثورة الاقتصادية، كاع هادشي. كيفاش غتشد انت هاد ليليمون اللي عندك بريمورديال في الثقافة ديالك وباغي تمزجو اللي هو الإسلام، وباغي تمزجو مع واحد الثقافة غادية ahead of you؟ إذن شكون اللي مرجعنا اللور؟ اللي مرجعنا اللور ومانعنا أننا نقلدوا هاد الناس اللي حسن منا كوريكتومو، يعني باش نقلدوهم ما خش يكون شي حاجة كتعطلنا أو لا شي حاجة كتخلينا فيكس
أن خصنا نرجع لواحد الحاجة بدائية. أنت إلا كتقلب أفانسي ما كتعنيش شي حاجة خصها تكون، ما خصها تكون شي حاجة شادك حبسك أو لك تقل عليك. إحنا اللي حبسنا عندنا إلا مشي تقلبتي الدستور المغربي للذكر مثل حد الأنثيين وستيل فاكين هافي شحال داز عليها 1400 سنة. أشنا هو الأصل ديالها؟ الثقافة ديال الجمال وديال الخيام وديال المادريات والوتاد والسيوفة أوكي. الثقافة خصها تكون كلها سوبل، كلها فلويد أوكي، كتغير، قابلة للتغير، سهل أنها تتغير. الثقافة راه ماشي اكسبسيون، الثقافة هي كتغير. علاش؟ حيت كلشي كيتغير، كلشي كيتغير. الحاجة اللي ما كتغيرش كتقول علاش هادي ما تغيراتش، علاش الوقت تغير وهاديك الحاجة بقات هي هي. اوكي، هادشي خصنا نطبقوه حتى في الثقافة ديالنا. اوكي، الناس راه هادشي كيديروه في القانون ديالهم، بما ان الدين قانون. الميريكان من 20 عام تيقول لك اوكي خصنا الي نغربلو القوانين اللي ما خدامينش لينا دابا، خصنا نحيدوهم من الدستور. كل 20 عام كيديروا هذه القضيه. عندهم واحد القانون شي حاجه حيه. كاينه واحد الاذاعه في الميريكان نسيت على سميتها حيت ما بقاتش عندي التيفي، 24 ساعة كيدوروا فيها القوانين، كيتبدلوا القوانين وكيتحيدوا قوانين وكيتموديفيوا قوانين وكيتخلقوا قوانين 24 ساعة. علاش؟ حيت كيعرفوا بأن كل شيء كيتغير، حتى الثقافة كتغير. أوكي، ماشي حتى الثقافة، الثقافة سي با جون اكسبسيون، كل شيء داكشي اللي في الثقافة كيتغير. هذه هي الطبيعة ديال الثقافة، شي حاجة خصها تكون ماشي غير كتغير، خصها دير دي زيكسبكتاسيون، التغير في المستقبل، وخصها يبدا يتغير دابا. بحال الا خصك عندك نقص في الاساتذه، كدير دي بريفيزيون، كيكون عندك ان غادي يكون عندك نقص من هنا 5 سنين، وخصني نبدا دابا، ماشي غادي نتسنى حتى نلقى النقص وخصني 5 سنين باش الله. إذن غيبقى عندي فراغ ديال 5 سنين غيبقى عندي فيها نقص في الأساتذة، غنعيش بلا أساتذة. نفس الشيء مع الثقافة، حنا كنديروا العكس، الناس كيغيروا الثقافة ديالهم لو فيتور. راه داكشي علاش داكشي اللي كيديروا في هوليوود، راه كيغيروا لو فيتور. اوكي، هادي بغيت نقول عليها اخي بيان، اللي بغيت نقول واحد كمل يعني غير تفاعل كمل اخي بيان اللي نو كمل نو انت تكمل لا غير تفاعل. هذا الكلام اللي كتقولوا انت خايب لي على الناس كيصدقوا او ما كيصدقوش، بحال ديك اللعيبه ديال بطليموس فاش قال لهم ان الارض عندها ثبات وعندها المركزيه، وصدقوه الناس مش حتى المعتقدات، صدقوه ودازت عليها الموضوعيه بكثره ما صدقوه. شنو قال؟ من صدقوه الناس حط راسو كنبي. شنو قال؟ واحد الكلمه عنده مقطوره بطليموس، قال لهم اعلموا باني فاني، قال لهم انا كنعلم براسي غنتوفق يعني ما غنكونش خالد. وشنو قال؟ قال لهم بأن أيامي معدودة، لكن عندما أفتاني بدهني أثر النجوم فعلا الميصر أرض قدامي. هاد اللعيبة غنزيدها لكم من بعد نقولها لكم، هذه كان قالها المسيح أو الثاني. هاد اللعيبة اللي قالها بطليموس قالها حتى المسيح. ومن بعد فاش كمل الكلمة ديالهم قال لهم بل سأنعموا بعطر الآلة وطعامها في وليمة زيوس. وتخيل بطليموس كان كيأمن بزيوس أخويا بيالليق، بطليموس كان كيأمن بزيوس، والناس خدات عليه العلم ومشاو به ب 14 القرن. تخيل معايا خايب بيالي بطليموس ذاك الفيلسوف، وذاك الفيلسوف كما نقولوا حنايا ذاك المنجم ديال الإغريق اللي كان في السنة قبل الميلاد، كان قبل منهم. وجاء الثاني جاء اكسلو جاد لهم الهرطاقة، وجاء من بعده كسميتو ذاك غاليليو غالياني، فهمتي؟ هذا هو اللي دار لهم سبب الوجود ديال الكون اللي دوينا عليه دابا. بطليموس دار لهم سبب الوجود ديال الكون، ان الكره الارضيه مجرد نقطه وهي المركز، كل شيء كيدور عليها، حتى حاجه ما كتدور عليها هي، مي كل شيء كيدور عليها. وصدقوه، مشاو مع بي قرون
حتى جالي دارت عليها السنوات وكذا جا غاليليو داك غاليليو غالياني جا وعطاهم النقطة الخاطئة اللي كانوا متبعينها على باطليموس قال لهم انتم راكم خاطئين راه ما كانش هذا الشيء هذا راه باطليموس كان غير كيضحك وخيرا ما كانش كان كيضحك اكزاكتو وجنب بعدو شكون جنب بعدو عاود جنب بعد غاليليو جا ضرب منها واحد الدوره وغاليليو عاقبوه وحاكموه وجنب بعدو عاود ثاني داك داروا ليه الاقامه الجبريه حكموا عليه بالاعدام قالوا اوكي ما تعدمش غادي نديروا لك الاقامه الجبريه قال لهم اوكي اون داكور ماشي مشكله نديروا الاقامه الجبريه من بعدو جا واحد العالم ثاني من نفسهم من الاغريق جاك سميتو لقيت عقل عليه يا ربي لقيت عقل عليه وي جوردانو الا كتسمع به جوردانو داك برونو جوردانو برونو جا حتى هو قال لهم داك الشيء اللي قالوا ها عنده الحق شنو داروا فيه شنو داروا فيه عدموه قبل ما يعدموه حقوه اخويا ديالي حقوه بالتهمه ديال الهرطاقه هو كيقول الحق حكموه بالتهمه ديال الهرطاقه وقالوا انت ياك مهرطيق وحكموه وهرطقوه ومن بعد من هرطقوه داروا في داك الميدان ديال روم الا بقيت عاقل عليه وقيل كان عنده شي 1600 سنه قبل ميلاد الى بقيت عالق عليه في ديك كامبو دي فيوري ديال روما سميتها هذيك الساحه كانت كامبو دي فيوري كانت ديك الوقيته سميتها كامبو دي فيوري ما غير قلت لك على الاكاذيب اللي كتبين لهم حتى ديال اللي بنان ما كيفهمش انت كتعطيه الصح هو ما كيامنش هادو كنت تعطيهم هاد الناس اللي دازوا من قبل كيقولوا هاد التبيان ديال اللي كيبين لك تبيان الدين الاسلامي بحال ديال اللي كيبينوا التبيان ديال الدين الاسلامي دازوا قبله ناس بغات تبين الدين والتبيان ديال الدين المسيحي شوف شنو طرا فيهم ديال اللي غير طلعتي سبيتيه ولا كعيتي عليه ولا درتي شي حاجه ولا فتحتي عليه روم راه ما غاديش يتنيرفا لان شوف الناس اللي قبلوا في المسيحيه قبل ما يدخل الاسلام شنو داروا فيهم حرقوهم ومثلوا بالجثث ديالهم وشوف شنو داروا لان الانسان اللي كيقول الحقيقه حتى واحد ما كيقابله كمل اخويا بلي غير اسمح لي كاين الصوت الاخوان بيان روسي ميرسي خويا جا ميرسي وهذا هو الميساج اللي كنحاولوا نوصلوا للاخوان شي حاجه اللي كان على جدودنا يديروا هذا الشيء ماشي دابا شحال هادي ولكن الجهل هادشي اللي كاين الاخوان تمناو شي جينيراسيون هادشي دابا خصو وقت هادشي شي حاجة استراتيجيك خصي تدخل فيها التعليم والتعليم خصو يدخل بشوية كل حاجة كيغيروها في التعليم خصو يديروها بشوية خصو يتخارعوا عليها دابا تحيد ليهم مثلا تقول لهم غادي نقصوا ساعة ديال التربية الإسلامية غير نوض المغرب قول لكم هناري وهادو أعداء الإسلام بغاو يخرجونا على ديننا وخصك دير لهم الإعلام وتوعيهم عاد باش تقول لهم راه غادي نحيدوا ساعة شوية تاني شي حاجة هنا شي حاجة هنا شوية بشوية بشوية عاد يتغير مسألة ثقافية والدين كي ياخد شي حاجة كبيرة في المجتمع ديالنا داكشي علاش حتى السلطات غادي نخدامين بشوية هادشي اللي كتشوفو كله مخدوم راه تلقوا المغرب التوعية ولات في المغرب حلوا البيبان الناس الحرية التعبير هو الدين كان نيسيسير في واحد الوقت حتى النظام كان شافو نيسيسير الوقت اللي كانوا عندنا داك انعدام الاستقرار السياسي وبدات الماركسية خدامة في المغرب وداك الشيء كان الدين نيسيسير في المغرب هو اللي حاربت التيارات الاخرى وداك الشيء دابا كنظن النظام وصل لواحد المستوى ديال الاستقرار اللي ولا كيحس بأن حرية التعبير أو للإسلام ما بقاش شي تهديد على النظام وهذا الشيء كنشوفوه دابا ما بقى حتى شي واحد كيشدوه علاش حيت هضر على الدين حرية المغرب يعني
مثلا بحال نوستيك عنده الكتاب ديالو كان في المعرض وكيتباع في المكتبة، هذه ما كنتيش كتحلم بها فعلي الحسن الثاني. وهذا الشيء قال الإخوان مسياح وقعد رضا علي الرضا شكون قاعد الإخوان هادو لكي يعني خدام اللعب بكل شيء مطلوق مع ما نسمعنا شي واحد مشاو دقوا عليه وداوه للحبس، كنا نسمعنا شي حاجة ولكن شحال هادي الشيء. مساء النور قبيله، بغيت نسولك في شي بزاف الاسئله لكن شفتي هذه النقطه ديال الحريه، بغيت نقول لك راه كاينه حاله ديال واحد البنت في واحد الموقع الا كانت علقه في الفيسبوك على شي ايات قرانيه وراه حكموا عليها بعامين بالحبس، وراه عارفين الشباب هنا في الكلوب هاوس عارفينها، هذه غير واحد العامين وقيله. شنو كنت قبيله بغيت نسولك فاش كنتي كنهضر مع هذيك المغربي الاول اللي كانت تخيتي هذه اللي دوزت عامين ديال الحبس؟ كيفاش كيفاش اش دارت؟ كتبات شي ايه ولا علقات على شي ايه دقت لهم والويسكي وشي لعبه بحال هكا؟ تونسيه هذيك خويا بيان لك تونسيه هذيك خدات تونسيه. لا 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 مغربيه جا مغربيه راه خوا كانت طلعوا لا هذيك لا لا تونسيه تونسية ديال الويسكي ديال الويسكي تونسية. درت آيات قرآنية بشراب وب في الدين الإسلامي اللي بغى يجاوب سواء ديال ليه ولا تجا ولا غيره. وجا نقطة أخرى أنا ديما غنعاود نقول لك واحد الخطرة غنعاود اسمح لي أغمو أنا ما سمعتش أنا ما فهمتش لا كيستيون ديالك والله ما فهمتها. لا كيستيون هو باختصار أن يعني المعلم أو الأستاذ خصوصا ديال التربيه الاسلاميه هما براسهم عندهم نقص او ما عندهمش سميتو ما عارفينش الحقائق اللي كان في الاسلام باش يوصلوها للتلميذ، والتلميذ كي قال لك قبيله ديال الليل بحال البونجا كتلوحوا في وسط واحد الماء نقي ولا الماء مصحى شاكون كدا راه كيمص ديك هكا المسكين فاش كيكون تافه يعني. واش فهمتي السؤال اختي ولا نعاود؟ صافي واش واحد من الاخوان خاوتي جاوبوك كشتي هذاك الأستاذ اللي في المسيد والمعلم اللي كيقريك التربية الإسلامية تهو داك الشي عنده في اللاوعي دياله ما عمرو حاول لحقاش باش شي واحد يفكر فيه شي واحد يجي من برا ويلوح عليك لكيستيون انت ما تقدرش تسولهم بوحدك. أنا كنت كنشوف السيطرة بالصاد وما عموني قدرت أنا نسول راسي ونمشي ونقلب على الحقيقة، كان على شي واحد يجي يقول لي شوف راه كاين السيطره في السين راه مكتوبه بالصاد. سمعتيني هذاك الاستاذ ولا هذاك الفقيه ديال المسيد ولا ذاك المعلم اللي كيقري التربيه الاسلاميه ولا التربيه اوكي هذاك حتى هو فاش كيبغي يهضر معاك حتى هو فاش كيبانوا ليه الاخطاء ما كيقدرش يكريتيكيه حيت كاينين في اللاوعي ديالو والاسلام كاين في اللاوعي ديالو، وخا يبغي كريتيكيهم الدماغ ديالو تيقول لي راه غير انا اللي خطأ. اذا كانت عينك وداك الشيء وتزني فلا تقول فقل عيني زنت ياك الاخ جا كاين هذه القضيه دي. اذا كان حديد ديال الرؤية الأولى والثانية كاينة زينة العين دابا القالب كيداير كتشوفها بأنها هذيك خاطئة ولك تقول لا هذيك راه ماشي خاطئة راه أنا اللي خاطئ فهمتيني. وهذا الشيء اللي وقع ياك جاوبتك على السؤال الأخ أرمو واش فهمت بعد السؤال لا راك جاوبتي وهنا غادي اكزاكتو